كما شاهدتم مشاهدينا في التقرير ملامح مختلفة من حياة أسد البحار العماني أحمد بن ماجد الذي أثرى مسارات الفلك والملاحة في العالم بأسره من خلال حقبات زمنية سحيقة. تفاصيل حول حياة أسد البحار نشأته وأبرز ما أثرى أيضا من خلال مجالات الفلك والملاحة برفقة ضيفي الكريم. رحب باسمكم مشاهدينا بالدكتور ناصر بن عبد الله الصقري باحث في التاريخ العماني. مساك الله بالخير دكتور وحياكم الله في برنامج من عمان. مساكم الله بالنور أخت بيان ومساء الخير للمشاهدين الكرام وشكرا لكم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على شخصية عمانية عبرت الآفاق ووصلت سمعتها إلى جميع أنحاء العالم. نعم، نحن دائما نخصص فقرة تاريخية للحديث عن أعلام عمان وما قدموه خلال حقبات زمنية ماضية. نبدأ بأحمد بن ماجد، نسبه واسمه وألقابه المختلفة. نعم، بداية أخت بيان يعني يطيب لي في البداية أن أشير فقط إلى المكان اللي تبوأتها هذه الشخصية عالميا قبل أن أتطرق إلى نسبه واسمه الكامل. فبلا شك أن هذه الشخصية يعني أصبح لها بصمة عالمية من خلال الإنجازات التي تركها أحمد بن ماجد سواء من حيث المؤلفات أو من حيث الأدوات التي طورها والتي كانت في وقتها تعتبر إنجازا علميا رائدا. ويعني الاهتمام العلمي من قبل المستشرقين والباحثين العرب والأجانب في تتبع آثار ومؤلفات أحمد بن ماجد واستنباطها، وبالتالي ما أود قوله قبل أن أذهب إلى اسم وتفاصيل هذه الشخصية هو أن هذه الشخصية هي طبعا تضاف إلى الشخصيات العمانية الرائدة والبارزة والتي كان لها أثر في الحضارة الإسلامية كالخليل بن أحمد الفراهيدي والمهلب بن أبي صفرة وغيرها، يعني قائمة طويلة من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإسلامي بل العالمي أحيانا. أحمد بن ماجد كما ورد هو في معظم مؤلفاته أورد اسمه، فهو أحمد بن ماجد ابن عمرو ابن فاضل ابن دويك ابن يوسف ابن حسن ابن حسين السعدي، فهو ينتمي إلى قبيلة السعدي التي هي إحدى القبائل العدنانية التي استوطنت عمان. وطبعا عرف بكنيتين ابن ماجد وابن أبي الركائب، هذا من حيث الكنى التي عرف بها. إذا نتطرق إلى حياته ونشأته، طبعا على أغلب الأقوال هو ولد في قلفار المدينة العمانية التي تعرف أيضا بالصير، وترتبط هذه المدينة بالكثير من الأحداث التاريخية منها معركة قلفار الأولى ومعركة قلفار الثانية، وأيضا شهدت مولد هذه الشخصية العمانية. البيئة التي عاش فيها أحمد بن ماجد والتي أثرت وتأثر بها هي بيئة طبعا مدينة ساحلية، كما يقال أن كان بها ميناء تجاري، وبالتالي كان أو يعني فتح ابن ماجد عيناه على البحر وعلى السفن القادمة والمغادرة من ذلك الميناء. نعم. بل أن طبعا ما زاد شغفه بهذا العلم هو أن والده كان أيضا ملاحا. صحيح. وجده أيضا كان ملاحا، فالبيئة الأسرية والبيئة الطبيعية التي عاش بها كلها كانت عوامل مساعدة لدفع أحمد بن ماجد نحو هذا العلم ونحو هذا الشغف الذي يعني برع فيه. نعم، وخرج في رحلة لأول رحلة في عمر 17 سنة بعد أن استوفى الشروط التي وضعها والده. نتحدث أيضا عن هذه البدايات دكتور. نعم، بلا شك فيما يبدو لي أن أحمد بن ماجد بعد أن يعني أظهر شغفا يعني يبدو أن والده اهتم به كثيرا، فقبل أن يوليه قيادة السفينة وعمره مثل ما ذكرت 16 عاما سافر مع والده في رحلة بحرية وكان عمره 10 سنوات، وبالتالي هذا يدل على أن البدايات مبكرة.
كانت. وبالتالي عندما بلغ سن السادسة عشرة ولاه قيادة السفينة، ونحن نعلم أن قيادة السفينة يعني يتمخضها الكثير من الأخطار والمسؤوليات، وبالتالي بلا شك لم يكن لوالده أن يعطيه هذه المسؤولية إلا أنه عرف أنه وصل إلى المستوى وإلى المهارات وإلى المعرفة والعلم الذي يمكنه من هذه المهمة الصعبة. فبلا شك يبدو لي أن والده كان موجها وكان مرشدا وأيضا كان حاضنا لهذا الشغف وهذا التوجه العلمي له. نعم، أنا أريد أعرج أيضا على ألقابه، يعني هناك من يبحث في تاريخ أسد البحار يجد أن هناك ألقاب كثيرة. نعم. هل من دلالة أيضا على ذلك دكتور؟ نعم، يعني فعلا ما يميز أحمد بن ماجد هي قائمة الألقاب صحيح. الطويلة التي عرف بها أحمد بن ماجد. يمكن أن نصنف هذه الألقاب إلى قسمين، الألقاب الدينية والألقاب العلمية. الألقاب الدينية طبعا كما نعلم شهاب الدين و يعني وشهاب الحق، ناظم القبلتين، وغيرها من الدلالات او يعني الألقاب التي تحمل بعدا دينيا. اما الألقاب العلمية فهي بطبيعة الحال أسد البحار، ليث الليوث، المعلم، الربان، كلها هذه ألقاب علمية وردت او لقب بها أحمد بن ماجد. إذا جينا إلى الدلالات بلا شك يعني الدلالات، أولا إذا جينا إلى الألقاب الدينية، من الواضح أن أحمد بن ماجد استغل هذه المعرفة وهذا العلم لخدمة الإسلام، بدليل أنه كان عندما يسافر إلى أي منطقة كان يحدد جهة القبلة في جميع المناطق التي سافر إليها. هذا جانب. طبعا أيضا كان على دراية تامة بطرق الحج، التي الطرق البحرية التي ربما تؤدي إلى الحجاز وإلى موانئ البحر الأحمر التي يذهب إليها الحجاج لأداء مناسك الحج والعمرة. فهذه دلالة مهمة جدا من خلال هذه الألقاب الدينية. الألقاب العلمية من الواضح هذه الألقاب تحمل يعني دلالات قوية، ويتضح ذلك من الكلمات القوية التي يعني استخدمت في وصف أحمد بن ماجد، وهو دليل على نبوغه وتفوقه على أقرانه في مجال علم الملاحة البحرية وعلم الفلك وكل ما يتعلق بعلم الملاحة البحرية. نعم. طيب في الجانب الآخر أيضا، حقيقة إرشاد أحمد بن ماجد البرتغاليين إلى الهند ودوره أيضا في هذا الإرشاد. نعم، هذه في الحقيقة تهمة وجهت لابن ماجد، ولكن قبل أن يعني نصفها بالتهمة يعني سنستعرض تفاصيلها من أي مصدر جاءت وما هي تفاصيل هذه. وفيها جدال كبير يعني دكتور. بالفعل طبعا هي وردت في لدى قطب الدين النهروالي الذي توفي عام 1583، أورد هذا الموضوع في كتابه البرق اليماني في الفتح العثماني. التهمة تقول بأن ابن ماجد فاسكو دي جاما عندما وصل أو دار حول رأس الرجاء الصالح ووصل إلى شرق أفريقيا وتحديدا إلى مدينة مالندي. مالندي تقع جنوب جزيرة زنجبار. هنالك بدأ يبحث عن من يرشده إلى طريق الهند، لأنه هو طبعا الهدف الذي كان يعني يطمح إليه هو الوصول إلى الهند وتحطيم الملاحة العربية والسيادة العربية الإسلامية في المحيط الهندي والخليج العربي. فيعني يذكر النهروالي أن فاسكو دي جاما التقى بأحمد بن ماجد وأرشده، يعني ذهب معه في رحلة إلى الهند وأرشده بالطريق البحري الموصل إلى الهند، بل أن التفاصيل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بأن ابن ماجد شرب الخمر مع فاسكو دي جاما أثناء هذه الرحلة، وأن ذلك كان في شهر رمضان. وطبعا هذه التهمة تلقفها الباحثون الأجانب للأسف، وبحكم وجود الأرشيفات الكثيرة التي توجد بها مخطوطات ومؤلفات ابن ماجد، فبعض الباحثين الأجانب تحديدا في النصف الثاني من القرن العشرين استدل على ثبوت هذه التهمة من خلال أبيات
عثر عليها وعددها 106 أبيات لقصيدة من قصائد ابن ماجد. وكما يذكر هذا الباحث الأجنبي أنه اعترف ابن ماجد في هذه الأبيات بأنه فعلا أرشد فاسكو دي جاما. هذه الأبيات طبعا هي من القصيدة ثلاثة أزهار في معرفة البحار لابن ماجد. وبالتالي بعد ذلك تصدى مجموعة من الباحثين العرب لكل هذه الدلائل ولكل هذه التفاصيل، وجمعوا وفحصوا الدلائل ويعني أثبتوا بطلان هذه التهمة لوجود مجموعة من الدلائل ووجود مجموعة من القرائن. أولى هذه الدلائل أو أولى هذه القرائن ما يتعلق بالقصيدة هذه محل ما ذكرته قبل قليل. فالقصيدة هذه قصيدة أحمد بن ماجد ثلاثة أزهار في معرفة البحار هي في الأصل من 701 أبيات بيت شعري، في حين أن القصيدة التي اعتمد عليها الباحثون الأجانب والتي يعني ذكروا أنها يعني فعلا ابن ماجد اعترف فيها تتضمن 870 بيت، بمعنى أن هنالك ما مجموعه 106 أبيات دست في هذه القصيدة وهي ليست من أصل القصيدة. فمن الواضح أن هذه الأبيات هي مدسوسة في القصيدة وليست من أصل القصيدة. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يمكن أو استدلوا به أن المصادر البرتغالية المعاصرة لكل هذه الأحداث لم تشر إلى هذا النقطة التي فيما يبدو يعني كانت نقطة جديرة بأن يعني توثق في هذه المصادر. نعم. في الجانب الآخر المصادر العربية والمصادر العثمانية لم تشر إلى هذه الحادثة بتاتا التي ألفت في هذه أو ألفت في هذه الفترة. أذهب إلى يعني شيء أو دليل آخر أقوى من كل هذه الدلائل، أن فاسكو دي جاما وثق كل يومياته وله مذكرات. صحيح. وثق طريق رحلته من مالندي إلى الهند، وكان من يعني من المفروغ منه ومن المنطقي أن يذكر تفاصيل هذه رحلته ومصاحبته لأحمد بن ماجد، في حين هو لا يذكر هذا، يذكر تفاصيل مختلفة تماما. يذكر بأن ملك البرتغال أرسل لهم رجل مرشد مسيحي من كوغرات من الهند، هو الذي قام بإرشادهم من مالندي إلى الهند. وبالتالي هذا يعني كل هذه القرائن تناقض ما صحيح. ورد في رواية النهروالي التي بطبيعة الحال يعني انفراد النهروالي بهذه الرواية دون غيره من المصادر الأخرى المعاصرة في تلك الفترة وما ذكرته من قرائن يثبت بطلان هذه التهمة. وفيما يبدو أن الغرض كان من ذلك ربما تشويه سمعة أحمد بن ماجد، لأن المسألة خطيرة جدا في الحقيقة. صحيح. وهي تهمة يعني كبيرة. كبيرة جدا. نعم. يعني هذه التهمة تسعى إلى أن أحمد بن ماجد هو كان السبب في تحطيم السيادة العربية الإسلامية على المحيط الهندي وتفوق البرتغاليين أو سيطرة البرتغاليين، ونحن نعلم ما حدث من مآسي ومن جرائم من خلال سيطرة البرتغاليين في تلك المنطقة على عمان، على المدن العمانية الساحلية وعلى مدن الخليج العربي. نعم، تجاربه الكثيرة أيضا أثرت على إسهاماته في هذا المجال. نختصر هذا الأثر دكتور. نعم بلا شك، طبعا إسهاماته تنقسم إلى قسمين، المؤلفات والتي بعضها النثر وبعضها الشعر، وهذا طبعا يعني أيضا يدل على تمكنه في علوم أخرى كعلوم اللغة، لأن أن ينظم قصيدة شعرية بها معارف وعلوم ليس من السهل، وهو ما يعرف بالشعر التعليمي. هذا جانب. الإنجازات الأخرى أيضا متمثلة في تطوير آلات الملاحة البحرية، أدوات الفلكية المستخدمة في ذلك الوقت. طبعا كان هنالك خشبات ابن ماجد، وكان هنالك أيضا القوس من الأدوات الملاحية البحرية. أبرز إنجاز أيضا آخر هو تركيب الإبرة المغناطيسية في البوصلة، وهو كان طبعا سبق لأحمد بن ماجد، يعني حتى الإيطاليون لم يتوصلوا إلى ذلك إلا بعد 50 عاما من عهد أو من تمكن أحمد بن ماجد من الوصول أو اكتشاف ذلك. نعم، نحن كختام لهذا الحديث يعني نذكر أيضا نقطة مهمة، هل هناك إشارات تناولها أسد البحار أحمد بن ماجد من خلال مؤلفاته يذكر وطنه عمان؟ نعم. أحداث معينة. نعم. في عمان. نعم بالفعل في إشارات كثيرة، أولها الإشارة إلى قلفار مسقط رأسه، وهنالك بيت شعري رعى الله قلفارا ومن نشا بها
إلى آخر البيت الشعري في أحد قصائده. أيضا ذكر طبعا المدن العمانية الساحلية التي توقف فيها، ذكر مسقط، قلهات، صور، رأس الحد، رأس فرتك. جانب آخر ذكر مجموعة من الأحداث المعاصرة في تلك الفترة. كانت مملكة النباهنة أو دولة النباهنة كانت تحكم عمان، وكان يعني ذكر بعض تفاصيل العلاقة بين الإمام عمر بن الخطاب الخروصي والملك سليمان بن سليمان النبهاني. أيضا ذكر وأشار إلى بعض العلاقات العمانية الخارجية، وأبرزها علاقة عمان بمملكة هرمز التي كانت مملكة تجارية رائجة في ذلك الوقت. كل هذه الإشارات يعني توضح ارتباطه بوطنه عمان من خلال ما ذكره من هذه الأحداث. نعم، وهذا الحديث يحتاج إلى مساحات أرحب. حاولنا أن نختصر وأن نختزل أيضا حياة ابن ماجد من خلال هذه المحطة برفقة الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري، باحث في التاريخ العماني. شكرا دكتور، وسعدنا بك في برنامجكم من عمان. شكرا، شكرا جزيلا أخت بيان، ونتمنى أن نكون قدمنا الفائدة والمعرفة المرجوة من خلال هذا اللقاء. شكرا لك. الله يخليك. ونتواصل معكم مشاهدينا الأحبة إلى آخر محطة في حلقة الليلة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.